كل واحد بقى يحكي لي عن نفسه شويه. انا اعرف عنكم طبعا حبه حلوين، بس احب كل واحد يقدم نفسه بالطريقه اللي هو يحب انه يتقدم بيها. الناس شافتك يا ساره في كلبش وكرهتك في رحيم جدا بتكلم على الادوار مش ايوه بس يعني على مدار رمضانين انت الناس عرفت شكلك. لا احكي لي على عليك. انا عديت بمرحله اوديشنز كويسه قوي في الاول. انا معهد فنون مسرحيه تمثيل واخراج. تمثيل واخراج صح بالظبط. اتخرجتي ولا لسه؟ انا في سنه رابعه خلاص اخر سنه. وبعدين كنت محظوظه ان انا كنت في جروب الاب الروحي اللي اتجمع كده من مجموعه شباب. دكتور بيتر ميمي يعني بجد ليه فضل كبير جدا عليا، ومستر ريمون مقار طبعا. المسلسل ده عرف الناس بيا وبوشي اكتر، بس الحمد لله مبسوطه جدا يعني باللي انا وصلت له لحد دلوقتي. يعني انتوا في المسلسل ما يعني كل واحد له صحيح الاسم على شاري، بس كلكم ابطال يعني. انا قادره اشوف الدراما متوزعه عليكم انتوا الاثنين. جايلان انا اتخرجت من اذاعه وتلفزيون اعلام، وطول عمري طموحي ان انا ابقى مذيعه واعمل برنامج وكده. وبعدين بعد شويه انا اصلا نفسي امثل طول عمري، بس بابايا ما كانش موافق. وبعدين قلت خلاص الباب ده مسدود، فخلينا افكر في ان انا ابقى يعني مذيعة. يعني دخلتي كليه اعلام تحايل. وبعدين يعني الحمد لله الموضوع مشي، وبدات مع ابو حفيظه ومع اكرم حسني وبتاع. وبعد كده شويه شويه الموضوع اتطور، يعني عملت دور في مسلسل. بس انا دايما يعني بيحصروني في يعني سمكه قرع يعني دور الشر يعني دايما يا سمكه يا قرع. يعني بالنسبه لي المسلسل ده بني ادمه، ودي كانت حاجه زي سمكه وقرع انا طلعت امثل صح. السمكه طلعت في رايح المدام، مسلسل رايح المدام، عملت حلقتين ان انا سمكه محجبة طالعة من البحر. فعادة انت المرميد يعني بتقولي انها تبقى حاجة بقى ماشي، تلاقيها انه ايه ماشي جايين بقى ايه هنحجبك ومفيش ميك اب خالص ماشي يعني. ده الباب اللي هيدخلني ان شاء الله على اللي بعده. اخش اللي بعده الاقي نفسي لا قرع فيلم كويسين. ده كان في عيد الاضحى. احمد فهمي دماغه طبعا. احمد فهمي دايما مش عارفه ليه، يعني نفسي اعرف سر ان ايه. يلا يا جايلين يلا يا سمكه ديل قاعده في ديل طول الوقت، يلا قرعة قاعده في قرعة، وكل بقى هنا والتهابات وحروق مش عارفه عشان يطلع امكانياتك. ما هو بقى لما جالي المسلسل 15 حلقه ما كلمني استاذ رامي. هو استاذ رامي يعني متبنيني فنيا من ايام ابو حفيظه. فاستاذ رامي قال لي جايلان عايزك بقى في دور برضو البنت هتبقى ايه بيئه شويه كده. وانا بحب الدور البيئه، بس ايه طلعي بني ادمه. انا ما طلعت بني ادمه. فقلت والله اهو في امل. يعني انت خريجه اعلام اخترتي التمثيل من اول لحظه، وبداتي في التمثيل اللي في البرامج، وبعد كده بدات الاول مذيعه راديو اونلاين، كان في محطه راديو اونلاين. وبعدين دخلت ابو حفيظه، ومن ابو حفيظه مسلسل في كذا كذا كذا، وحاليا مذيعه راديو برضه. راديو ايه؟ نغمه اف ام. هاشتاج. لا طب قولي لي انت بتقدمي ايه على نغمه اف ام؟ بقدم برنامج اسمه هاشتاج. هاشتاجة بالجيم. هاشتاجة بكري. انا برضو ابتديت مع جايلان في راديو. انا يعني قصتي غريبة، عشان انا كنت كلية طب. من كلية طب 3 سنين درست بيزنس، وبعد كده اشتغلت في راديو اونلاين. فهي حاجات مالهاش علاقة ببعض. طب قولي ايه اللي يعني انت سبت طب؟ انا ما كانش ينفع ابقى دكتور. ده حقيقي. يعني انا بجد ما كانش ينفع ابقى دكتور. يعني هيبقى حرام اني ضميري. مش جبت مجموع يدخلك طب يا بكري؟ لا هي برضو كانت خاصه يعني. مش يعني الزمونه ما تجيوش بقى. يعني انا دخلت طب يعني من باب خالص. انا اسمي بكري، جدي اسمه بكري، وكان دكتور في سوريا معروف جدا. بقول لك بكري ومن وانا قد كده بيقولوا لي يا دكتور بكري، وبيجيبوا لي اللعب اللي هي السماعه الصغيره دي. فيلا طب يلا طب. طب كويس. بس انا جبت يعني انا صاحب سابقه ان انا يعني انا في امتحان التشريح دي انا سبت الكليه بسببها 12 من 120. اعوذ بالله. والله العظيم والله العظيم. واحد كتب واحد واحد يعني واحد كتب لي جنبها في النتيجه مطلع كتب لي الف مبروك. فانا ساعتها انا اكتشفت ان 12 دول يعني واجهها على نفس اليوم ادك 12. جبت الادوات ممكن على حضور يمكن او جبت يعني كان درجاتك وحشه في طب. فكان وحشه جدا. طب واجهت العيله ازاي دي اللي طول الوقت بتستثمر في ابنها اللي هيبقى دكتور؟ يعني عملت ايه معايا؟ لا قلت لهم خلاص ما بديهاش، يعني لازم امشي، يعني ما ينفعش ان انا اسلم، يعني انه مريض ما ينفعش انه دكتور جايب 12 120 يكشف على حد. انا اخر اكشف على عصفور يعني تعياني، لكن ما ينفعش اكشف على بني ادم يعني. ف سبت الكليه. بعدين
درست بزنس، خلصت بزنس، اشتغلت في راديو اونلاين مع جيلان، كنا بنقدم برنامج، ومن خلال اكرم حسني هو بعد ربنا يعني صاحب الفضل عليا يعني انه اظهرنا يعني في ابو حفيظه. احنا عملنا فيديوز اونلاين علشان نقول الناس احنا بنعرف نمثل، فبعتناه لناس كتير قوي بس ما حدش عبرنا، بس هو اكرم حسني الوحيد اللي عبرنا وقتها، وعشان هو كان البدايه يعني. انا سكريبتات بكري الكوميديه هايله. الله يخليك. محمد انا خريج معهد فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. احنا انا وساره كنا في المعهد، بس ساره كانت اصغر. عادي لفيت على اوديشنز كتير، كاستنج كتير، بس لما اتخرجت ما كنتش لاقي يعني وظيفه كممثل، فاشتغلت صحفي. قعدت سنه كده في حياتي اشتغل صحفي في جورنال التحرير في الصفحه الفنيه، وبس قعدت بقى الف بقى ايه كصحفي واكلم ممثلين، واوقات كنت بكلم ممثلين كانوا زمايلي في المعهد وكنا عارفين بعض، بس بكلمهم كصحفي وباخد منهم اخبار وكل ده. طب يعني كنت متضايق يعني؟ انا طبعا طبعا مني في ايه حلو برضه يعني انا بس مش وانت ممثل، مش وانت خارج معاه فنون مسرحيه قسم تمثيل واخراج. ايوه يعني بيتكلموا، بس هم عارفين ان انت زميلهم. لا ايه ده بجد؟ ايه الاسم تاني يعني؟ بقول محمد بس. اوبس. برقم تاني، ما كنتش بقول ان انا، كنت بتكسف لحد ما في يوم قالوا لي في الجورنال انت هتغطي مهرجان، وكان مهرجان القومي للسينما. يا فضحتي. رحت المهرجان بعد اسبوع سبت الجورنال واكتئبت، وقلت خلاص انا هعمل مسرح، انا هعمل مسرح وهسافر بره مصر. وسافرت من المغرب على فرنسا وقعدت شويه في فرنسا حلوين، ورجعت قالوا لي في اوديشن لفيلم جديد، كان فيلم اسرع عائلية. انا بصمت عملناه. واضح ان انتوا شله يعني. مين ربطيه؟ ايوه طبعا. فعملناه انا وبسنت الفيلم ده، ويشاء القدر، وده يعني حاجه كنت بحسها دايما علامه من عند ربنا، ان انا سبت البلد وسافرت وقلت هسعى في بلد ثانيه وهعمل كل ده، ان فيلم اسرع عائليه ينزل ويدخل مهرجان اللي هو مهرجان القومي للسينما، وانا اخد جائزه تمثيل في نفس المهرجان اللي انا روحته وانا صحفي، طلعت على الستيج وخدت جائزه تمثيل وانا ممثل. لا ده دي محتاجه تسقيفه كبيره جدا. دنيا عشان ما اخديش جايزه زيك يا محمد. بص لا دلوقتي ده دول اخواتي. طب معلش، اصحابك الممثلين او اللي كانوا زمايلك ممثلين وانت كلمتهم كصحفي بعد كده ما قلتلهمش ان انا محمد اللي كنت بكلمكم؟ لا. طب ما تقول لنا ناس اهو. قال اهو دلوقتي. لا يقول لنا بقى مين بقى عشان حسن رداد، ايتن عامر، دول كانوا زمايلي في المعهد. انا يعني هم كانوا اكبر، انا كنت في اولى هم في ثالثه، فكنت بكلمهم يعني باخد منهم اخبار، بس اعتقد لا حسن يعرف ولا ايتن تعرف لغايه دلوقتي. هم دلوقتي عرفوا دي هم عرفوا محمد اللي كلمهم من كام سنه على انه صحفي، ودي حاجه محترمه جدا. هو محمد اللي اخذ جائزه التمثيل في المهرجان القومي ده. يعني هاتي ما عندك يا بسنت. انا انا خريجه جامعه امريكيه فاينانس ميجر يعني، واشتغلت في حاجه اسمها استثمار مباشر برايفت اكويتي في شركه ما، اكبر بنك استثمار في الوطن العربي. وكنت طول عمري بحب التمثيل جدا، بس كنت في السن ده يعني بحب الماث قوي، بحب الحساب جدا، وعايزه ابقى بزنس وومن اندبندنت بقى فعلا، وومن بقى مش عايزه بقى راجل يصرف عليا ومش عايزه اعتمد على نفسي. مش ليه بيتخانقوا لما بيقولوا؟ طب معلش يا حسن، هو ممكن او الحقيقه طبيعي جدا انك تبقي اندبندنت وومن وانت هاديه ولطيفه؟ لا مش معلش ليه بيبقوا متعصبين؟ هم بيصور الفيلم كانت بتيجي ببدله. ايوه عمري ما انسى، انا كان اول فيلم ليا، وهي برضه اول حاجه ليا، فكنت بشوف ممثله جايه وجايه لابسه بدله، فقلت هم ممثلين بيجوا التصوير بالليل ولا ايه؟ قلت لا انا شغاله اصلا. انا كنت زمان من البنك بقى ولا الشركه بتاعت. انا ساعتها كنت فاكره يعني، كانت دماغي متخلفه كده. بس انا مع يعني اكتشفت بعد ما اشتغلت شويه في الشغلانه دي ان ده مش اللي انا بحبه. انا بحب التمثيل ومش عايز اضيع عمري بعمل حاجه انا مش بحبها، حتى لو انا بامن مستقبلي يمكن اكتر. التمثيل انا يعني ما اعرفش حد قوي والكلام ده كله، ات واز فيري ريسكي. فابتديت اخد كورسات، خدت مع كل الناس في مصر، قفلتها. انا احب اعمل حاجه صح يعني، وفضلت بقى انا عامله سوبرمان كده اللي هو كلارك كانت وسوبرمان بالليل، بمثل بالليل والصبح في الشغل عادي جدا.
وفضلت بقى قاعده الحوارات دي بقى لغايه هذه اللحظه. لغايه انت شغاله في لا مشيت من البنك ده عشان يعني كان الوقت والورك كتير قوي ما كانش نافع مع التمثيل، بس شغاله في شركه نفس الشغلانه بالظبط بس الريكويرمنت ساعتها اقل شويه. يعني احنا واحنا بنصور هي طول الوقت بتشتغل لابتوب وقاعده بتشتغل وماسكه ورق انا مش فاهمه منه ولا كلمه واحنا عمالين نتريق عليها، وبعدين انا يجي ميعاد الهوا بتاعي فانا بقى متلهوجه قوي، واحنا في الشغل حتى عملنا اغنيه عملنا اغنيه عشان انا عايز امشي فبغني في اللوكيل ما اعرفش طلعت كده فكلنا بنغنيها قوي لما ميعاد الهوا يقرب. ايه بقى اغنيه ايه؟ غنيها بقى واحنا غنيها كلنا مع بعض. 1 2 3 الساعة 5:30 الساعة 5:30 الساعة 5:30 وأنا عندي هوا الساعة 5:30 الساعة 5:30 الساعة 5:30 وأنا عندي هوا. دي الأغنية بقى اللي احنا كنا بنضغط بيها على الكرو كله عشان يعني كنا بنفضل ماشيين كده. هي أغنية تضغط الأعصاب.